مع اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 22 من شهر أبريل المقبل، تزال شعبية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منخفضة بحسب استطلاعات الرأي. ساركوزي كان على موعد مع أنصاره في فيبانت بسان ساندوني، حيث حضر إحدى فعاليات حملته الانتخابية على الطريقة الأمريكية. وقال فرنسا تفرض الآن أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا نصيب من العقود الحكومية المخصصة لها. إذا لم نحرز التقدم منذ عام مضى، فرنسا ستطبق من جانب واحد ميثاقها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة إلى أن تعطي المفاوضات أكلها. بالنسبة لمراسل نيويورك تايمز في باريس، نيكولا ساركوزي يصطاد في أراضي اليمين المتطرف، والهدف من ذلك تقليص الفارق بينه وبين فرانسوا أولاند. وأضاف: أعتقد أن حملة ساركوزي تتحول بشكل واضح في اتجاه اليمين ليربح أصوات الأشخاص الذين يرغبون في التصويت لماري لوبين. مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين التي تحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي من المحتمل أن تنسحب من الانتخابات بعد عجزها عن الحصول على 500 توقيع طبقا لما ينص عليه قانون الانتخابات ليصبح ترشحها رسميا. فيما تفيد استطلاعات الرأي بتقدم المرشح الاشتراكي فرانسوا أولاند الذي جدد اعتزامه سحب القوة الفرنسية العاملة في أفغانستان قبل نهاية العام الجاري في حال فوزه في سباق الانتخابي.